هلا بستعمل تمر هندي مجفف ولا لا لا ولا فريش؟ فريش لين يعني طري يعني نفس الحبات اي طري تمر نفس العجوة لأشياء يعني عدة أنواع وبدخل بالطبخ ايه في عدة ايه. أنواع في منه هي طويلة بس مسوى في علب يعني أكياس وأنت تقطعه وتحط فيه منه هي خلاص يعني ناعم جاهز أيوة. في يابس بعد مريم لا في انواع أيوة. في اقول ليش يعني على حسب يعني نفس بدخل. العجوه نفس التمر أيوة. في أيوة. شويه يابس أيوة. أيوة. بس مريم يعني تستخدمها او تمرسها وتحطها في الماء أيوة. وبالطبع انا اليوم ما بسوي أيوة. ما تاخذ النكهه في الماء وتحطها على انا حتى على السمك اسوي التمر الهندي بس اليوم ما بسويها أيوة. بسوي الصلصه أيوة. اليوم بنذوقك شيء مختلف نحن عندنا بسوريا هو التمر هندي شرب موجود بيكون عم اطلع اي عارفه هي أيوة. بس تستخدمونه يعني كشرب مش في الاكل بس شرب ايوه شراب. بالاكل لا ابدا بس هو شراب يعني من الشيء الاساسي بيكون على مائدة رمضان اوكي في رمضان التمر لازم التمر الهندي والسوس السوس عباره عن شو هي نبتة سوس بخمروها وبحطوا لها مي بعدين بضيفوا فوقها ثلج وبشربوها بصفوها أيوة. طول شهر رمضان موجودة؟ ايه طول شهر، هلا هي موجودة طول السنة بس بالاخص برمضان لازم تكون موجودة. احنا اشهر شيء رغم انه طول السنة هذا الشيء موجود. صح. بس ما يحلى لنا نشربه الا في رمضان، الا هو البيمتو. بيمتو، ايه. بيمتو اهم شيء. يعني شوف موجود. ولن يبوا في البيت ما في رمضان صح. بس ما حد يصوبه. بس رمضان كل يوم كل يوم تمام يعني يجيب العصائر يجيب كل شيء يجيب البرتقال يجيب الليمون يجيب كل شيء بس البيمتو لازم حتى كمان بلاحظ انه في اشخاص مثلا دخلوه بالحلويات يعني ايه. ضمن صح. مجال الحلويات بشوف الحين صار اي وايد حارين شيء في البيوت يدخلونه ايه اللي بيه مريم يحترق خلاص قلبت بطلعه بعد شويه عشان اسوي البصل مريم طبعا سريعه بسرعه تقلي ايه. السمك مريم في كل شيء سريعه انا والله اتكلم خبره كمان خبره يعني قد ايش طلع من صغرنا واحنا نتعلم هالطبخات الله يعطيك العافيه فلازم يكون سكولي حد صار عندي خبره منك مشان لحق الافطار كمان انت من وين تعلمتي من عندك مريم يعني ايه ترى شيء بدي تقول خبره بعد صار عندي خبره من مريم يعني بس ما حبيت اليوم اطبخ لك ان شاء الله السنه الجايه يا حيا اي بدي انا ازعل مريم السنه الجايه يعني ان شاء الله ان شاء الله خلينا نخلص اول اسوي له حلو بما انه هو تخصص حلو معجنات اي اسوي له اي شو ترقدي السمك مريم شو تسوي لك لا خلاص بطلع هذا السمك يلا طبعا شوف وصلت لك الريحه صح مستمتع اشوف مريم معنا اليوم اعطيني هات يلا تفضلي طلع السمك السمك اي لان بعده ورانا الصالونه ماشي طلع الحين هذا السمك طلعناه انا ما خليته ما حمرته وايد لان احنا ليش لان هذه صالونه بس شويه احمره ايه. عشان البارد انت تبين طبخ مريم اكثر ويا الصالونه ايه ويا الصالونه لكن لو بكم سويت انه مقلي طبعا بخليه ايه. يكون احمر لونه يعني مره بتخليه زياده تخلي شيء زياده بس شوي ايه ايه, ايه. زين هذا الحين بس اعطيتيه لون ايه زين اعطينا البصل زينك تمام مريم الحين اوكي السمك خلاص ايه الا هذا والبصل ولين البصل هني ولا عندك هني اكو عندك تفضلي اه مريم بتسوي الصالونه انت في نفس التاوه ايه ما بغير لانك بتسوينها غليظه ما بغير ما شاء الله التحضير رائع ايه محضره الطماط البصل الطماط الثوم الكزبره يعني مشان ما تظلميها لزينه انه عم تحضر لك شيء تمام شفتي لا 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 زينه ما حضرت لا انا اخترت معاها الصحن مريم لا تنسي لو سمحتي ترى احنا يعني قبل رمضان انا وانتي باسبوع نروح السوق مع بعض انا مختاره معك الصحن تمام كمان الاختيار بالعبد ايه سمعتي شكرا شيف ايه الحين بحمر البصل شوي لين يحمر بضيف عليه الثوم بعدين الطماط وبخلي وبحط بعدين اضيف السمك ببهره طبعا بعدين عاد بخليه شوي يستوي ما بتزيدي زيت مريم لا يعني انت بنفس زيت اللي قليتي فيه السمك انا شفت البصل السمك انا الزيت اللي قليت فيه السمك اسويت البصل ادري هي. حتى لو غيرت ما زدت شيء السمك بقدر ثانيه يعني هو هذا اشيله واصبه بهذا ما احب لانه في نكهه كمان بيعطي نكهه السمك نكهه السمك صح لان هي راح تسوي صالونه في نفس انا بسوي اني بسويها ناشفه ما بسويها يعني صالونه يعني وهذا الثوم الحين اسوي الثوم عليه ما شاء الله روايح روعه ان كان السمك ولا ان كان هون وقت عم تقلى البصل مع الثوم شكرا يعطيك العافيه لا وبعدك شو بتشوف الحين شو بتضيف مريم بعد على الصالونه في بعد بهارات ثانيه خاصه فينا تراثيه بعد مريم بتحطيها ان شاء الله
هي انا شويه انا شو مريم بتخلي شي عشان بسرعه يستوي. وين الغطاء هاي؟ اذا ما كبير عشان بسرعه يخلص. في غطاء ثاني زين اغطى عليه شويه برايه ما مشكله حتى ولو صغيره. ليش غطيت عليه؟ لانه عشان بسرعه يستوي البصل مع التوم مع الهذا يتجانس مع بعض ويستوي بسرعه ويتحمر بسرعه يتحمر بسرعه والله الحروره تضرب فوق تنزل تحت منيحه غطيتيه لانه الريحه ما بتتقاوم ريحه تيوع